لن يجد القبول عند الشعب السوداني. هناك بعض الاقتراحات التي سمعتها من بعض السودانيين الذي قالوا أنه لا يجب أن تدخل مصر بدعم لوجيستي أو جوي فقط، وإنما يجب أن تدخل بشكل بري. هل هذا مقبول حتى في السودان، دخول الجيش المصري على الأقل بشكل بري لإنهاء بعض التمردات؟ أنا في تقديري أن المعركة حتى الآن القوات المسلحة السودانية يعني لم تفشل في إدارة المعركة. يعني أنا أفتكر أن الجيش السوداني حتى الآن قادر جدا على أنه يدير هذه المعركة وأن ينتصر فيها. حقيقة هنالك خسائر حقيقة طالت أمد الحرب، ولكن الجيش السوداني حتى الآن لم يستخدم تقريبا 50% من قوته من أجل يعني حسم هذه المعركة. لذلك لا أرى يعني بدا من تدخل أي جهة كانت، يعني إذا كان المصريين أو غير المصريين، لا أحب ذلك بأي حال من الأحوال، لأنه تدويل هذه القضية إذا ما دخلت مصر بالتأكيد يبقى مشروعا للجانب الآخر أن يتدخل معه طرفا آخر، وتصبح يعني مثل ما عديد من الدول التي بها الآن أكثر من 4 أو 5 جيوش تقاتل على أرضها. نحن لا نريد أن نقاتل أجنبي على أرضنا، ولا نريد أن يكون السودان ساحة للاحتراب الإقليمي وصراع المحاور في داخل السودان. إذا ما دخل أي جيش من أي دولة كانت صديقة أو كانت جارة إلى السودان لن يخرج إلا يعني بتكلفة باهظة، ولن يخرج في القريب العاجل. لذلك هذه التجارب مثل ما رأيناها في سوريا، مثل ما رأيناها في اليمن، مثل ما رأيناها في العراق، لا نريد لها أن تحدث في السودان بأي حال من الأحوال. حتى الآن نحن قادرون تماما وواثقون بأن القوات المسلحة السودانية قادرة بكل شكل من الأشكال.